مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، جولة جديدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا شبيبة الثورة الجزائري والنادي الأهلي. إن شاء الله تكون هذه المباراة من نصيب النادي الأهلي، هي ثاني المباريات في دور المجموعات. كالعادة سريعا بنضع كل المشاهدين وجمهور النادي الأهلي في آخر الأخبار والكواليس. بالفعل يمكن انطلقت بعثة النادي الأهلي برئاسة أمين الصندوق طبعا الأستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي متوجهة إلى الجزائر. الرحلة يمكن انطلقت في تمام الساعة 9:04 مباشرة إلى مطار بومدين بالجزائر، وصلنا بالفعل في تمام الساعة 2 ظهرا، لكن يمكن تجنبا للإرهاق لأن لسه كمان في رحلة تانية. النادي الأهلي عنده رحلة طويلة في هذه المباراة، مستر مارتن لاسارتي والجهاز الفني حدد تدريب خفيف جدا طبعا هنا في فندق الإقامة لأن لحظات بسيطة جدا، وهنبدأ في رحلة تانية، رحلة داخلية إلى ممثل الجنوب شبيبة الثورة الجزائري. رحلة إن شاء الله تستغرق ساعتين بطيران داخلي بإذن الله، ما تكونش رحلة مرهقة لفريق النادي الأهلي. استعدادات على قدم وساق بإذن الله تكون هذه المباراة من نصيب النادي الأهلي. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، ورسالة جديدة هنا في الجزائر، الأهلي وشبيبة الثورة الجزائري.